بن سعد قلبي فوش يا ما صبر وذاق بالكاس تعذيبه وطعم المرار قلب سعد قلبي فوش يا ما صبر وذاق بالكاس تعذيبه وطعم المرار والذي حبهم ما عاد بينفعهم والفايدة منهم مليون قدها قسر ضيعوني وهم ضاعوا معي كلهم قولوا لهم وين ديك الهنجمة والشطارة صدقوا كذبتي الدجال طمع لهم لذاك بابور والثاني هبال عمار صدقوا كذبتي الدجال طمع لهم لذاك بابور والثاني هبال عمار لا تصدق ولا تطمع وتمسك بهم قدك على الفقر أحسن لك ولادي التجارة تصدق ولا تطمع وتمسك به قدك على الفقر أحسن لك ولا للتجار من تركع على قرطة وهو يعرفه يستاهل الموت ذي للغير فرق سبار ودفوا كلهم ايش الذي ساقهم لا يدي نجار ما يعرف وصول النجار قاب من شار والقدوم بيشتغل والنهلق الكل قدام مباري بفارة وذاق بالكاس تعذيبة وطعم شار والقدوم بيشتغل والنهلق الكل قدام مباري بفارة قد حفر تحتهم من حيث لا يشعروا حفرة كبيرة وغطاها وسوى ستارة تزوج الست وقا يخطب عروسة جديد خايف على ذي العروسة لا تقع في المدار لو رضت أو عقاب هالزوج بيفرحوا أهل العرس بيسووا يوم حامي غبارة قال بن سعد قلبي فوش يا مصر
وداخل الكاس تعليل باع وطعم نعم والذي حبه ما عاد بينفعه والفايدة منهم مالي لا ربط أو عقاب هالزوج بيفرح أهل العرس بيسووا يوم حامي غبار بيسووا لها تخلع على مطربين أو بيسووا محف من شانها أو زيار قل لأهل العروس أحسكم تقبلوا حاموا على بنتكم ما حد يفرط بعراقا نسعد قلبي الكوش يا مرسبا وذاب بالكاس تعذيبا وطعم ألا والذي حبهم ما عاد ما ينفعوا والفايدة منهم ما لهم قل لأهل العروس أحسكم تقبلوا حاموا على بنتكم ما حد يفرط بعد دي خطب عندكم ذا شخص ما يأتمن يا ويل من صهره أو قربه وسط دار من غبش يطرده ما عاد يرعى القمي ويدعي ان الجمارك ملكي له واللي داره قال ودام بالكاس تعذيبا وطعم المرار نعم والذي حبهم ما عاد ما ينفعوا والفايدة منهم مليون بكها خسار قل بن سعد تمت خطبة السابعة دي كنت خايف عليها لا تقع في المدار كلفسوها وزافوها على مطربين وعطروها وباعوها وتمت صهار والذي قد فهم هرقي وذاق الكلام ما عاد بفهمه تكفي الحالي ما عاد بفهمه تكفي الحالي وتكفي الحالي تكفي الحالي تكفي الحالي